وحش. راه كيما قلت لكم هاد الكحله راه هي الراي ديالهم، الرينا هذه هي الرينا. هاي هاي عزينا، هاي 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 شي تحية للجمهور. طيب زينة تبارك الله. اش دير حشر سكرا سبنا بشارية اكثر خطارة حشر بعثة دار بلاص. السلام عليكم ورحمة الله إخواني الكرام، معكم عبد المولى، مرحبا بكم قناة تربية الغنم في إسبانيا مع عبد المولى. اليوم ما شاء الله خرجت الحولية باش تدرب، هي هذه اللي جاية لقدام. خرجت واحد 40، كاينة 80، خرجت 40. الحولية زايدة في شهر واحد، شهر 15 2020، دابا حنا شهر 9 2020، يعني عندها 8 شهور. كما تشوفوا راه تتشم في باقيرة. نخرج ان شاء الله تا هي التدريسة. كما تشوفوا راه مشتة على الغلم، تتجري الغلم موقري. الحمد لله اليوم غادي ندوزو معاها نهار ممتع، وخا شويه هي تتكون حشور تزقى حشور برز طاتو حشور تو ولا تيعرف. نخرج نهار ونهار لا، دابا هي راه تجري وتتلعب. اون فوا دابا راه مع 8 وثلث ديال الصباح، مع 12 ديال النهار، 12 الوحده ما تبقاش دير هاد اللعب هذا وهاد الجري. شويه تتجي مزلع على الغلم غادي تخربق ليا الواحد 12 كما قلت لكم ديال النهار ولا الوحده، غتسخف ما تبقاش دير هاد المشيه وهاد الجري، غتولي مجمعه مع بعضياتها والدور. اه شفت كيفاش الدور ما تتزقاش زورو. باقيرا هو جاي تدرب معايا كل نهار، تي باقيرا ولا دابا تيدير واحد الخدمة الغلم في الزريبة، مبقاش يخليها تخرج من الزريبة. باقيرا ان شاء الله غادي يخرج زوين. دابا تعلم الغلم لا دخلت الزريبة ما يخليهاش تخرج من الباب، تيديرها ماوكلي. شوف كيف تشوفوا الحولية راه هي ديال البيضة اللي جاية كاع القدام. تتشوف هاد الجرو باقيرة اطراس اطراس زورو غادي تزقاش اليوم. اه ايوا زورو اطراس اطراس جري على حدك جري انا الحولية غادي سابقة الغلم. هاد الكحلة هي اللي تتسير لقدام ديال الغلم، هاد الكحلة اللي فيها الضبطة في راس هاد الغرية، ها كاينين الجات، هاد هي اللي تتسير الغلم. ثم شو الحولية ما غادي تزقاش اليوم، غادي تتلف الغلم. هاك الغلم عارفة راه عارفة باقا صغيرة. اي حشور علاش علاش دابا الحشور راه عارف الحولية، راه تنديرو مع الحولية في المكان ديالو، تيعرفها هي راه فضولية، راه تحط شي صاك ولا شي جاكيطة تنحطهم في الباير راه تتشرقها. أي حاجة تحطها مشات، تليفون أي حاجة تحطها مشات، تزقاش تبقى تهز ليه في داك السطل ديالو ديال العلف، راه عارفها هو تيبقى يبغى يدعس معاها، تتخشي راسها تبغى تجر ليه السطل ديال العلف ولا السطل ديال الماء تيتعصب. هي هادي راه متزقاش، ولكن ها بلاتي عليها توصل لوحدها تصيبها مخرجة نزالة. غندربها ان شاء الله تا هي بشوية بشوية كيما تندربو حشور. راه كيما قلت لكم هاد الكحلة راه هي الراي ديالهم، الرينا هادي هي الرينا.
هاي هاي عزينا، هاي 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 هذا شي تحيه للجمهور. عطي تحيه لكم الاخوان، احبكم في الله. ما شاء الله تبعوا معايا كيفاش غادي ندوزوا النهار اليوم مع الحوليه، ندربها وكيفاش غادي ندخلها نعزلها، ندرب فيها نعزلها باش ندخلها مع خواتها تبقى 40 حوليه. غادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليها باش نعزلها من وسط 400 ديال الغلم 40 حوليه. ما تكونش سهله كما الحوليات اللي كنت درت لهم داك الفيديو، ديك 100 حوليه عزلتهم في 7 دقائق، 100 حوليه من وسط 300 ديال الغلم. هادو شويه غادي نبقى معاهم، ولكن مع المده غادي ندربهم. دابا ندربهم ان شاء الله كيفاش ندخلهم المكازا ديالهم من وسط الزريبه 40 حوليه ان شاء الله. وخاص الاخرى ما خلاش تخرج ديك الربعين اللي في المكازا باش تدخل عليها هذه. هاي مامس ماكلي مامس زورو مامس بقيرة مامس زيد حشو. هاي هاي دور حشو الهجم دور. مالي بيناكي بيناكي دابا هادي قنطرة، خاصني نوقف الكلاب باش ديك طعب خاطرة ما طيحش ليا الحولية. هش بيناكي هش زيد وقف حشر وقف خليها تدوز بخاطرة. هيا هيا وقفت، لكن هادي تمشي. زيد حشر زيد وقف وقف حشر وقف 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 عف شوية عف شوية زيد حشر زيد وقف حشر وقف وقف حشر وقف وقف. أي عندك يطيحني حشر في هذا القنطرة هذا. وقف حشر وقف، خاصني دابا ما نزاحمهاش بالكلاب باش ما طيحش ليا، راه طاحوا ليا قاعد شي دوزناه راه طايحين ليا العام لي فات جات، طاحوا ليكم تما مع هاد الشوك هاد الصدر ديال التوت البري. ما طلعات تولي بهلم راه مشكش النمر. وقف حشور وقف وقف حشور توقف حشور. كما شتو الاخوان دابا راه وصلت ل 12 الحوليه ولات غير تتصيح، مبقاش تدير داك اللعب وداك الزري. ها هي هي هادي جايه ها هي هادي عيات. اش دير حشر شكرا 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 اكثر خطر حشر بقات دار بلاصه. خرج نسالو واخا اللي بغا يوريك كي ضاربو على الممساكنا الحيوان.
ما شاء الله دابا راه الساعة لله راه ستة العصر ما شاء الله. ندير دابا ان شاء الله الكوري غنوريكم الطريقة كيفاش غادي نعزلها من وسط الشياه. تبعوا معايا غادي نمشي ان شاء الله نوريكم كيفاش غنعزل الحولية. هاد الربعين اللي خرجت اليوم في الصباح ندخلها للمكازا فين كاينين خواتها تاع 40 اخرى ان شاء الله. وقف على الشهر وقف 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 باقي راه قلت يتعلم زيد على الشهر زيد. ما شاء الله وصلت دابا غادي نحيد البرد على الحشور. اي واحد تحيه اي واحد تحيه للجمهور. صافي يلا شكرا السي حشور شكرا عطاكم التحيه ديروا جيمال والله يبارك فيه. عطيت الحشور الحلف والماء اللي عطى التحيه للجمهور. دابا غندخل 40 حوليه على خط هذه راه هي اللي تتصيح. يا رب ان شاء الله تدخل بسلام ما تعطلش ليا. هي هادي هي هادي اللي تتصيح بسم الله. يلا الحوليه هي سيري ماشي حوليه سيري هي دوزي تيا دوزي البيضة تدخل غير البيضة بسم الله. اي دخلت ليا هادي هي سيري سيري هي لا تدخل غير البيضة ما شاء الله ما شاء الله زيدي خاصني دخلي تيا دخلي كنشد غير الباب هي نعجة سيري هي نعجة. وي وي دخلت لي دخلت لي وحده سيري ما تدخلوش تسيري زيدي تي يلا زيدي دخلي 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 زيد تي سيري سيري تي وانا غنضربها بحالكم باش ما تدخلش. دخلي تيا دخلي دخلي تيا نعجة تيا لا تيا لا سيري سيري الحال بحالكم تنبقى تندربهم زيدي دخلي زيدي دخلي زيدي دخلي 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 تيا رجعي رجعي رجعت الجايكة صافي مبقاوش دخلوا دخلت كاملة الحمد لله دخلت كاملة. شو ما شاء الله زورو تعلم ما يخليش الغلم تخرج من الزريبة. ما شاء الله زورو باقيرة تعلم ما يخليش الغلم تخرج من الزريبة. زوينة هذه اللي تعلم لها علموا لها ماكليت. انا علمت هذيك النهار في الفيديو اللي شفتو الاول الحمد لله. اذا خرجت شي وحده راه تيردها الحمد لله. دخلت الحولية هذه هي الطريقة تنحل الباب وتتشوف هي اختها اللي كاينة هنايا حقاش هي مولفة هاد المكازا مولفة هاد المكازا صافي تتدخل سهلة ما تشدش شي وحده بيدك اللي تتصيح لا صيحت شي وحده هنا راه باقا حوليه صافي بقات تصيح حتى وحده الحمد لله. حشور حطيت له الماكله ديالو حطيت له مهلي فيه باش منظر الماء بعض المرات تبرزطو الحوليه تبغي تهز له
تشرب لي الماء ولا تقيس لي العلف تيطلع لي الدم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم عبد المولى مرضي يعمل في تربية الغنم. تنشكر الإخوان على جيم، ما تنسوش الإخوان تابوناو مع الأخ ديالي المفضل، تبارك الله خدام في غلم بحال السردية ديال المغرب، راه لوحة الفيديو راه نخليه لكم تحت في صندوق الوصف، وتابوناو معاه ودخلوا تولعوا معاه في الغلم، وراه عنده تبارك الله البقر اللي خدام معاه. القسمي تلقانا يوميات الفاضل في إسبانيا بلوك المرضي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوف العلف ديال الحولية، هي هذه التسنيم.